كوليسترول يا أم محمد. التهاب الحلق المتكرر عند الأطفال بنقول هنا بتبقى مشكلة حساسية ومناعة. الأطفال بيتعرضوا لأشياء، يا ريت نحرص لو البيوت الأتربة اللي موجودة في الموكيت والسجاد نظافتها باستمرار، إن دي بتكون مشكلة كبرى. الأقمشة ونقول الهدوم اللي بتتشال وتتخزن بتكون مشكلة حساسية للصدر. المدخنين اللي في البيوت والزوار المدخنين بيعملوا لنا حساسية للأولاد، والتهابات الحلق المتكررة بتكون ناتجة عن هذا. أيضا بنقول الآيس كريم المثلج جدا الأولاد بيقعدوا ياكلوه من دون وعي، أو المشروبات المثلجة طلعوها من الثلاجة. هنقول الوقاية خير من العلاج، أما الأدوية فكلها المعروفة اللي في السوق، بس نمنع المسا